افتتاح مركز البيانات الرئيسي للدولة دكتور مهندس عمرو فاروق الإمام مدير المركز، فليتفضل. دكتور مهندس عمرو الإمام مدير مركز البيانات الرئيسي للدولة، تم تصميم وتنفيذ المركز بكوادر مصرية من الشركات ومسؤولي التحول الرقمي بالدولة، كما تم يا فندم الاستعانة بما يزيد عن 30 شركة عالمية متخصصة رائدة في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وده يا فندم لتطبيق أحدث التقنيات عالميا والتدريب عليها. ولتحقيق أعلى معايير التأمين المادي، تم إنشاء المركز عقل الدولة بموقع محصن على مساحة إجمالية 23500 متر مربع، مجهز بأحدث الأنظمة الإلكتروميكانيكية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة من خلال المركز على مدار الساعة، حيث يتم يا فندم تغذية المركز بمصدري تيار كهربي من محطتين مختلفتين، وأيضا تأمينه بوحدات مانع انقطاع التيار الكهربي ومولدات بقدرة 30 ميجا وات حالة طوارئ. ويتم تبريد الأحمال الحرارية للمركز بإجمالي قدرة 5744 طن مياه تبريد، وده بالإضافة إلى اعتماد أحدث التكنولوجيات لتأمين البيانات، على سبيل المثال توفير الخدمات الافتراضية من خلال أجهزة الحواسب الصفرية لجميع المستخدمين بالحي الحكومي. ويشتمل مركز البيانات الرئيسي للدولة يا فندم على عدد 2 مركز بيانات حكومي فرعي. الأول يتضمن البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالسحابة المغلقة جي كلاود، ودي يا فندم لخدمة المستخدمين بالوزارات والجهات الحكومية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وعددهم 114 جهة حكومية، وكمان يا فندم استضافة التطبيقات التشاركية والحكومية حكومية. المركز الثاني خاص بالسحابة العامة بي كلاود والمتصلة بالإنترنت لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطن من خلال قواعد البيانات والتطبيقات التخصصية للوزارات والجهات الحكومية المستضافة بالمركز. وأخيرا يا فندم تتم عمليات الإدارة والتشغيل لمركز البيانات الرئيسي للدولة من خلال فريق عمل متخصص من مهندسي ومهندسات التحول الرقمي بوحدات مركز التحكم والسيطرة، وحدة إدارة مركز البيانات، وحدة إدارة عمليات الأمن السيبراني، ووحدة خدمة المستخدمين. شكرا جزيلا يا فندم.